بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم والمحبة نرحب بكم في سلسلة دروس درس على الهواء آه ها نحن ذا من خلال هذه الدقائق سنكون مع مادة اللغة العربية للصف العاشر بطبيعة الحال اليوم سنتعرف على شيء جديد وهو من الادب العربي آه الذي نستخدمه بكثرة لنتعرف عليه دعونا طبعا آه ننفذ هذه اللعبة سويا اللعبة التفاعلية طبعا اذا بالامكان تصوير هذا الكود الكود الظاهر امامكم لاداء اللعبه طبعا هذا عباره عن مثل نستخدمه كثيرا يعني فيا ليت تكملوا هذا المثل الكف اللي بعدين فاصله منقوطه بعدين آه نشوف ايش ايش هذا المثل او ايش تكملت هذا المثل يلا يا نشوف الاجابات هذا الكود من خلال تصوير هذا الكود على يمين الشاشه. رجعونا نشوف اجاباتكم إيش توصلتوا زين أه خلونا نكمل المثل الثاني، خلونا نشوف المثل الثاني هذا. طبعا حاولوا من خلال هذا الصوره تستنتجوا. من خلال هذه الصورة بنفس الكود اللي دخلته فيه قبل شوي حاولوا تستنتجوا من خلال هذه الصورة الاسم كذا ومن خلال الصورة يا ليت يعني الصورة تكون توحي بهذا المثل وهو مثل نستخدمه بكثرة يعني هذا المثل الثاني طبعا استخدام QR ار كود ريدر اللي ما صور الكود هذا الكود امامكم طبعا هذا المثل الاول الكف اللي وهذا المثل الثاني دعونا نستعرض الى ايش توصلتوا آه ها الكف اللي صفعني نفعني ها آه ما شاء الله عليكم فعلا هو الكف اللي صفعني نفعني يلا نشوف زين المثل الثاني يا ليت تشاركونا المثل الثاني هذه الصوره ظاهره معكم الاسم كذا يا ريت يعني تكتبوا المثل كامل يعني بنفس الكود اللي وص... اللي دخلته فيه قبل شوي بنفس الكود يلا خلونا نشوف ايش هذا المثل او ايش يوحي هذا المثل لا ها صفعني يلا نشوف هذا المثل الاسم الاسم شاع والبطن قاع ها ما شاء الله عليك صحيح يلا المثل الثاني هذا يا جماعة المثل الثاني اللي توحي هذه الصورة اللي توحي هذه الصورة ها الاسم المثل يبدأ بالاسم بعدين التكملة حاولوا تستوحوا من هذه الصورة تستوحوا من هذه الصورة اللي ظاهرة أمامكم في الشاشة يلا خلونا نشوف ليش توصلتوا الاسم شاع والبطن قاع جميل يلا نفضل البقية الاسم شاع والبطن قاع لحظة شوي يلا هذا المثل الأول الكف اللي صفعني نفعني وهذا المثل الثاني اللي توصلتم إليه الاسم شائع والبطن جائع زين خلونا نسير على اللي بعده نشوف يلا هذه صورة هذا الكود مرة أخرى ها عاد هذا المثل ها شوية نخرج عن الأمثال العمانية ها كأن على هذا الصورة إيش توحي كأن على يلا صورة هذا الكود يا ليت إجاباتكم كأن على يلا خلونا نشوف يلا جماعة صورة هذا الكود الظاهرة أمامكم هذا الكود خلونا نكبر الشاشة يلا ها كأن على إيش هذا المثل يلا هذا المثل إيش عن إيش يتحدث أو ما تكملت هذا المثل يلا خلونا نشوف الراس ريشة ها كأن على رؤوسهم الطير ها جميل فعلا هو كأن على رؤوسهم الطير هذا هو تكملة المثل يلا المثل اللي بعده أو خلونا نشوف لا تسرف ولو من البحر تورف هذا البيئة اللي ظهر هذا ال... هذا المثل تتوقعوا إيش نوع البيئة اللي ظهر فيها هل بيئة صحراوية أم إيش البيئة اللي ظهر فيها هذا المثل أو اللي قيل فيها هذا المثل لا تسرف ولو من البحر تغرف يلا جماعة خلونا نكتشف بنفس الكود بنفس الكود اللي دخلتوا فيه يلا تتوقعوا أي بيئة ظهر فيها هذا المثل ساحلية بحرية فعلا هي بيئة بحرية بيئة بحرية ساحلية فعلا إذا كل منطقة أو كل دولة لها خصائص معينة في المثل يعني بيئة معينة طريقة تفكيرهم وهكذا زين دعونا نكمل طبعا هذا المثل الرابع وهذا المثل الثالث إذا هذه الكف اللي صفعني نفعني هذا المثل اللي توصلتم إليه الاسم شائع والبطن جائع هذا المثل الثاني المثل الثالث كأن على رؤوسهم الطير المثل الرابع لا تصرف ولو من البحر تورف طبعا إيش أهمية هذه الأمثال إحنا ليش ندرسها طبعا درسنا اليوم من الأمثال العربية درسنا من الأمثال من الأمثال العربية. زين دعونا نتعرف على الأمثال الموجودة معنا في الكتاب. إذا ماذا يسمى ما سبق أمثال عربية؟ طبعا ليس بالضرورة ليش سمي أمثال عربية؟ لأن هنالك دول أخرى قد يكون أمثال روسية أمثال صينية كما سنتعرف بعد قليل. طبعا ليست يعني حجر على العرب فإنها توجد عند جميع الأمم. وجميع الدول، طبعا ايش اهميتها؟ ليش نحن ندرسها كادباء؟ او ليش يدرسها الناس؟ او ليش يهتموا بها في الجامعات والكليات؟ طبعا تتعرف على ثقافات الشعوب، طريقة تفكيرهم، عاداتهم، اهتماماتهم. زين. طبعا عندما يتعرض شخص لموقف مصيبه ويتعلم منه في مواجهة مشكلة أخرى. مضرب المثل أو متى يقال ما المثل الذي يقال له؟ يعني شخص وقع في مصيبه. وتعلم منه في في مواجهه مشكله اخرى ايش نسميه او ما المثل الذي يتناسب يعني اي مثل اقول له او اسمع اي مثل من هذه الامثال الكف اللي صفعني نفعني الاسم شائع والبطن قاع كان على رؤوسهم الطير استخدموا هذا الكود استخدموا هذا الكود للوصول الى الاجابه استخدموا هذا الكود للوصول الى الاجابه او لاختيار الاجابه الصحيحه عندما يتعرض شخص لموقف إذا مضرب المثل يعني متى أنا أقول المثل؟ مثلا في هذا الموقف أي مثل يناسبه من هذه الأمثال الثلاثة؟ طبعا كل مثل له استخدام في وقت محدد أو في موقف محدد. ها عندما يتعرض الشخص لموقف أو مصيبة ويتعلم منه في مواجهة مشكلة في مواجهة مشكلة أخرى. ما مضرب المثل أو متى يقال هذا المثل أو ما المثل المناسب لهذا الموقف؟ يلا من خلال هذا الكود نشوف إجاباتكم. يلا خلونا نشوف الى ايش توصلتوا آه. الكف اللي صفعني نفعني فعلا هذه هي الاجابه الصحيحه طبعا اغلبكم اجاب اجاب اجابه صحيحه الكف اللي صفعني نفعني اذا جماعه هذه اسئله امتحانيه ياتي اليك بامثال يقول لك ما البيئه التي يعكس هذا المثل ما هي عاداتهم ما هي تقاليدهم متى يقال هذا المثل يقوم باعطائك مثل معين ويعني يسألك ما المثل المناسب من الأمثال السابقة إذا الكف اللي صفعني نفعني فعلا هذا هو الذي يعكسه هذا الموقف إذا شخص تعرض لموقف يعني مسكين تعرض لموقف مصيبة أو تعلم منها في مواجهة مشكلة أخرى فهذا أكيد أن راح نقول الكف اللي صفعني نفعني زين تعالوا نكمل إذا هذه الأمثال طبعا هذه انطلاقه طبعا دائما إذا أردت أن تبحث أو أن تقرأ أو أن تطلع على أمثال عربية عليك بكتاب الميداني، شخص اسمه الميداني أو هذا الكاتب الميداني طبعا جمع الأمثال العربية في كتاب اسمه مجمع الأمثال. مجمع الأمثال، إذا الميداني هو الذي ألف كتاب اسماه مجمع الأمثال. زين إيش فايدته مجمع الأمثال؟ هل فقط جمع المثال؟ هل فقط جمع الأمثلة؟ بطبيعه الحال طبعا ياتي بالمثل ياتي بالمثل ثم ياتي بعد ذلك بطريقه معينه يستخدم طريقه معينه في عرض هذا المثل راح نشوف الان نماذج راح ننظر الى نماذج الان اذا الميداني او ابو الفضل الميداني هو الذي ايش صاحب كتاب مجمع الامثال انزين دعونا نطلع قليلا على هذا طبعا هذا نموذج من نماذج او من الامثال الذي إيه توصل اليها الميداني، طبعا الميداني دائما كان يترحل وياتي ايش؟ الى مناطق اخرى او الى مدن ودول اخرى وياتي بالامثال. طبعا هذا المثال ان البغاثة بارضنا يستنسر. طبعا كيف الميداني يستعرض هذا المثال؟ طبعا في البدايه ياتي بايش؟ بالمثل. ياتي بالمثل في البدايه ياتي بالمثل ها مهمه في الاختبار الممتحن يسالكم آه كيف استعرض الميداني كيف استعرض الميداني هذا المثل في كتابه؟ اذا ان البغاث بارضنا يستنسر هذا هو المثل دائما الميداني ينطلق من المثل بعدين ايش قال؟ البغاث ضرب من الطير، ضرب بمعنى نوع نوع من الطير وفيه ثلاث لغات يعني ينطق بغاث وبغاث آه وبغاث والجمع بغثان قالوا هو طير دون الرخمه واستنسر، ها الحين هو ايش سوى هنا الميداني؟ نعم شرح شرح المثل شرح المثل يعني جاب الكلمات يعني ايش ايش ما هو معنى كلمة البغاث هو ضرب من الطير. ايش يعني يستنسر؟ استنسر صار كالنسر صار كالنسر في القوة عند الصيد بعد إن كان من ضعاف الطير. إذا هنا شرح ايش؟ معاني الكلمات شرح معاني كلمات المثل. معاني كلمات المثل طبعا لم يأتي إلينا بقصة لم يأتي إلينا بقصة فقط شرح إيش المثل قام بشرح مفردات المثل شرح لنا ما معنى لفظة البغاث وما معنى لفظة يستنسر متى يضرب المثل مضرب المثل أو متى يقال في أي موقف يضرب للضعيف يصير قويا وللذليل يعز بعد الذل يعني مثلا واحد فقير وأصبح غني يعني يناسب اقول له هذا المثل ان البغاثه بارضنا يستنسر واضح اذا هذا باختصار كيف الميداني يستعرض الامثال العربيه في كتابه اذا ايش الطريقه اللي استخدمها الميداني في هذا المثل طبعا يختلف بحسب المعلومات التي لديه في البدايه يبدا بالمثل بعد ذلك قام بشرح معاني المفردات الوارده في المثل ايش يعني البغاث وماذا تعني استنسر وفي الاخير متى يضرب المثل هذا المثل متى يضرب متى يمكن بالامكان ان استخدم هذا المثل زين تعريف المثل ما هو المثل ما هو تعريف المثل توقعاتكم ها هذا مثل في الاعلى ايش تعريف هذا المثل اذا المثل هو قول قول عباره عن مجموعه من الكلمات موجز بمعنى يعني مختصر بليغ ايش يعني بليغ فيه يعني سقع او في جناس يعني في سهوله في سهوله لماذا توقعاتكم يعني حسب توقعاتكم لماذا الامثال العربيه هكذا والامثال بشكل عام لماذا قول موجز يعني مختصر وبليغ يعني في ايقاع موسيقي مثلا ايوه فعلا لكي يعني سهولة الناس استخدامه يعني إذا والله أنا مريت على موقف بإمكاني أستحضر هذه الأمثال سهولة أني أحفظها مثل ما أنتم سويتوا قبل شوي أنا عرضت عليكم صور وأنتم استنطقتم هذه الصور استنطقتم هذه الصور أو هذه الصور التي تعكس الأمثال إنزين إذا هذا هو تعريف المثل قول موجز بليغ مثل ما هو ظاهر معكم كيف يستعرض الميدان المثل في كتابه كيف يعرض المثل شرحنا قبل شوي يبدأ بالمثل ثم بعد ذلك يقوم بشرح معاني المفردات وأخيرا ماذا يفعل متى يضرب هذا المثل أحيانا قد يأتي بقصة ما قصة هذا المثل أو كيف ظهر هذا المثل إنزين وخصائص وأفكار ومعتقدات تعكس تعكسها الأمثال يعني هذا الأمثال مثلا والله أنا لما أجي أدرس أنا كناقد أو أديب لما أجي أدرس هذه الأمثال العربية ايش فائدتها؟ لماذا يهتموا بها يعني في الجامعات والكليات؟ ما العربية في جميع العالم، لماذا يهتموا بها؟ لماذا يهمنا ادرس الامثال العربية، الامثال الصينية، الانجليزية؟ فعلا انا اكشف او اكتشف طرق طريقة تفكير الشعوب الاخرى، ثقافاتهم، اهتماماتهم، همومهم واشغالهم. إنزين واحتياجاتهم. نسين. تعالوا نشوف هذا المثل او هذه الامثلة. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى المنبت هو المنقطع ها. هذا في البداية بإيش بدأ الكاتب الميداني بإيش بدأ بدأ بالمثل بدأ بالمثل لو سألكم في الامتحان ما مصدر هذه الأمثال يعني من وين جابها أو من صاحب هذه الأمثال من جمعها أو عرضها حنا هكذا طبعا دائما هو الميداني دائما دائما وأبدا الميداني من خلال كتابه ايش اسم كتابه؟ مجمع الأمثال، يعني لو رجعت الآن إلى هذا، الكتاب. طبعاً الكتاب موجود في المكتبات، لو رجعتم لوجدتم لو مثل هذه الطريقة، الميداني يتبع هذه الطريقة في كتابه مجمع الأمثال. قال عليه الصلاة والسلام من رجل اجتهد في العبادة حتى هجم هجمت عيناه أي غارتا. فلما رأوه قال: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، إن المنبت أي الذي يجد في سيره حتى ينبت اخيرا سماه بما تؤول اليه عاقبته كقوله تعالى انك ميت وانه وانهم ميتون يضرب هذا المثل اذا متى يضرب هذا المثل؟ لمن يبالغ في طلب الشيء ويفرط فيه حتى ربما يفوته على نفسه يعني اذا واحد والله يجهد نفسه في شيء معين او يستخدم اله معينه بكثره والله على سبيل المثال يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يعني بكثره يعني يستاهل اقول له هذا المثل ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى ليبالغ في استخدام الشيء اذا كيف استعرض هنا الميداني بدأ بالمثل ثم بعد ذلك قام بشرح المثل في الاخير مضرب المثل يعني متى انا اقول هذا المثل متى يقال هذا المثل تعالوا تعال على المثل الثاني ان البغاثة بارضنا يستنسر طبعا شرحناه قبل شوي وعرفنا طريقة الميدان تعالوا على المثل الثالث هذا المثل الثالث إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض متى يقال هذا المثل تعالوا نشوف يروى أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال إنما مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار ثلاثة كنا في أجمة أبيض وأسود وأحمر طبعا في مزرعة وفي حديقه معينه كان هنالك ايش؟ ثلاثه آه ايش؟ كان هنالك آه آه ثلاثه أثوار ابيض واسود واحمر. إنزين ايش قصتهم؟ ومعهن اسد، طبعا كان في تلك المنطقه معهن اسد. فايش صار؟ فكان لا يقدر منهن على شيء لاجتماعهن عليه، يعني كان الثلاثه ما يفترقن هذه الاثوار الثلاثه. كان ما يفترقن. فايش اللي صار؟ فقال للثور الاسود والثور الاحمر، يعني هذا الاسد راح للثورين الاسود والاحمر. وايش قالهم؟ راح للثورين الابيض، يعني هذا الاسد راح للثورين الابيض والاحمر. راح للثورين الابيض والاحمر. فقال يعني انا ليش ما استغل اثنين عشان كانوا اقوياء لانهم ثلاثه مع بعض فليش انا ما اقضي على ايش واحد تلو الاخر يقضي على واحد تلو الاخر فايش صار فكان لا يقدر منهن على شيء لاجتماعهن عليه فقال للثور الاسود والثور الاحمر لا يدل علينا في اجتماع في اجمتنا الا الثور الابيض يعني قالهن احنا الواننا يعني متشابهه ما عاد هذا اللون الابيض شوي ايش؟ مختلف، يعني سوي مشكله مع الصيادين. ولونه على لونكما فلو تركتموني اكله صفت لك لنا الاجمه، فقال دونك فكله، يعني قال له كله. ثم قال الأحمر لوني على لونك ها، الحين قضى على الاول خلاص الابيض قضى عليه. بعدين بقى متبقي الاحمر والاسود، فايش صار؟ فدلني فلو تركتماني اكله آه ايش هنا؟ دعوني انا, أنا ويت وين وصلت ايوه فدعني اكل الاسود لتصفو لنا الاجمه يعني يا بعدين وكلم الاحمر هذا القوي فقال خلنا اكل الاسود لتصفو لنا الاجمه انا وياك فقال آه افعل فنادى آه فاكله ثم تبقى الاحمر والاسد فايش صار؟ فجاء هذا الاسد للاحمر قال اني اكلك لا محاله فقال دعني أنادي ثلاثا فقال افعل فنادى ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض قال أنت أكلتني أصلا من لما أكلت صاحبنا الأول اللي هو الأبيض ثم قال علي رضي الله عنه ألا أني هنت ويروى وهنت يوم قتل عثمان يرفع بها صوته متى يضرب يضرب به الرجل يرز يرزق بأخيه يعني الذي يتنازل عن أخيه الذي يفقد أخيه واضح اذا هذه في البدايه المثل ثم بعد ذلك قصه المثل قصه المثل في الاخير مضرب المثل ها شفتوا كيف استعرض الميداني استعرض الميداني هذا المثل يختلف الميداني له طريقه او طرق مختلفه اهمها هذه الطريقتين المثل معاني مفردات المثل مضرب المثل او المثل ثم ياتي بقصه المثل قصه المثل وفي الأخير مضرب المثل أو متى يقال هذا المثل واضح؟ زين طبعا مسكين كلب الثور الأسود زين إذا طريقة عرض المثل تعرفنا عليه أن الميداني له طريقة محددة في عرض المثل مضرب المثل أو الموقف الذي يقال أو يستعاد فيه ذكر قول المثل يعني متى أنا أقول هذا المثل أو متى يقال هذا المثل رجل ضعيف ذليل لجأ الى قبيله من العرب فاوته ونصرته ثم اصبح غنيا في تلك القبيله واصبح من اصحاب المكانه فيها ناسيا مكانته في السابق قبل لجوئه اليهم ها اي الامثال برايكم مناسبه اي الامثال برايكم مناسبه من الامثال السابقه من هذه الامثال هل المثل الاول ام الثاني ام الثالث برايكم ايوه فعلا هو المثل الثالث إن البغاث بأرضنا يستنسر واضح؟ إذا هذه أسئلة امتحانية أو طريقة امتحانية يأتي فيها الاختبار. زين خلونا نشوف المثل باء رجل معه مزرعة كبيرة وبها مضخة، مضخة ماء واحدة فأراد أن يسقيها في يوم واحد. فأجهد المضخة حتى احترقت وجفت المزرعة بعدها من العطش برأيكم أي الأمثال مناسبة من هذه الأمثال الثلاثة أيوة هذا الذي يفرط في استخدام الشيء ثم يفوته عليه ثم ما يقدر يستخدمه فيما بعد إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى واضح؟ إذا هذه طريقة الأسئلة الامتحانية زين ربط الافكار طبعا او تشابه الافكار طبعا يقول الشاعر تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا ما المثل المطابق لهذا البيت من الامثال الوارده في النص السابق ما المثل المطابق لهذا البيت من الامثال الوارده في النص السابق يلا يا ليت تشاركونا من خلال هذا ترسلونا من خلال هذا الكود اللي ظاهر معكم تقصدون من خلال هذا الكود يا ريت من خلال هذا الكود اللي ظاهر معكم اي الامثال الثلاثه اللي استعرضناها قبل شوي يلا صوروا هذا الكود وحاولوا تجاوبوا من خلاله حاولوا تجاوبوا من خلاله تجاوبوا على هذا السؤال اللي الحين استعرضته عليكم قبل شوي يلا ها الذي يتناسب مع طريق مع هذا المثل تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا ها ما المثل المطابق الذي يحمل نفس هذا المعنى من الأمثال الماضية خلونا استعرض عليكم الأمثال هذه الأمثال خلونا استعرض عليكم بس خلونا استعرض عليكم نروح تبعيد أيوة هذه الأمثال يلا إيه الأمثال برأيكم هل المثل الأول أم الثاني أم الثالث؟ يلا حاولوا تشاركونا إذا إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى إن البغاة بأرضنا يستنسر أم ماذا؟ يلا حاولوا تشاركونا حاولوا تشاركونا نشوف إجاباتكم طبعا ما ظهر اجاباتكم آه طبعا الاجابه هو ايش؟ انما اكلت يوم اكل الثور الابيض انما اكلت يوم اكل الثور الابيض انما اكلت يوم اكل الثور الابيض اذا هذا المعنى يتشابه مع ايش؟ مع المثل انما اكلت يوم اكل الثور الابيض طبعا يلا استغلالا للوقت طبعا من المثل الاول اكتشف البيئه واهم الابعاد الحضاريه. طبعا المثل الاول آه آه طبعا قال علي آه عليه علي رضي الله عليه قال علي رضي الله عنه: تكلموا تعرفوا فان المرء مخبوءا تحت لسان. طبعا هذا دائما ياتيكم مثل هذا السؤال، دائما حاولوا تكتشفوا البيئه الاجتماعيه اللي قيل فيها المثل دائما انطلاقا من هذا الكلام. علي رضي الله عنه قال تكلموا تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه اذا هذا المثل يعكس يعكس ماذا؟ يعكس ان او ان الامثال تعكس البيئه الحضاريه او الصوره الحضاريه او الابعاد الحضاريه وطريقه تفكير المجتمعات التي قيلت فيها هذه الامثال. زين دعونا ناخذ امثله الامثال الوارده في الكتاب استغلالا للوقت اندم من الكسعي هذا المثل الاول موجود معكم في الكتاب أندم من الكسعي قال حمزة: هو رجل من كسع واسمه محارب بن قيس وقال غيره: هو من بني كسع ثم من بني محارب واسمه غامد بن الحارث. طبعا هنا ايش طريقة الميداني؟ طريقته في البداية أتى بالمثل. أتى بالمثل ثم بعد ذلك ماذا حصل أو إيش صار؟ قام بنقل يعني سمع يعني سمع أن واحد اسمه حمزة قال الكسعي هو رجل من كسع ها إيش تفهموا أن هنا الميداني يشرح كلمة الكسعي إيش هذا الكسعي ما معنى كلمة الكسعي إذا هو رجل من كسع وقال غيره إذا ليش قال غيره وقال حمزة لأنه دائما الميدان يسافر ويأتي بالأخبار ينقل يسمع يأتي يذهب إلى المنطقة المعينة ويأتي بها إيش طريقة استعراض المثل زين طبعا باختصار ايش قصته انه كان يرع يرعى إبلاً له بواد معشب فبينما هو كذلك اذا ابصر نبع في صخره نبع بمعنى شجره يعني فعجبته اذا هذا الكساي يعني شاف شجره فعجبت مرور سريع يعني بمر فبعدين ايش صار فعجبته فقال انا بصنع منها سهام وبصنع منها اقواس ليش عشان اصيد فيها عشان اصيد بها طبعا رتبها وضبط اموره ففي يوم من الايام كان يعني ايش يرعى ابله فراى قطيع يعني قطيع فقال ليش انا ما اصطاد؟ فكان يرمي فكان يرمي يستخدم اللي يستخدم السهم او القوس الذي ايش صنعه من تلك الشجره التي كان يعتني فيها. بعدين ايش صار؟ فرمى خمسه اسهم، طبعا صنع خمسه اسهم، فرمى الاول فرمى الاول لكن ايش؟ كان يرى آه آه ايش؟ يرى آه نار يعني نار لأن السهم يضرب في الجبل من قوته يعني. آه فبعدين ايش صار؟ ثم حاول مرة ثانية يعني هو يظن أنه ما يضرب ما ضرب شيء أو ما اصطاد شيء. بنفس الطريقة بنفس الطريقة آه رمى السهم الثالث والسهم الرابع والسهم الخامس. في الأخير يعني نام نام تلك الليلة فنهض في الصباح فذهب يعني اقترب من مكان اللي كان يصطاد منه فراى يعني ايش انه قتل خمسه من القطيع قتل خمسه من القطيع فهو على بال انه ما كان يقتل انه ما كان يصطاد يعني كان كذا تعب يروح هباء منثورا فقال فايش فظهر هذا المثل اندم من الكسعي يعني واحد اذا إذا مثلا والله أنا أدي اختبار الكتروني، أول خمسة أسئلة جاوبت عليهن وسكر النظام، رجع النظام وأنا ما كملت على سبيل المثال. ما كملت قلت ما في فائدة، في الأخير ظهرت النتيجة أنه جايب خمسة من عشرة. يعني يناسب أن يقال لهذا المثل: أندم من الكسع، يعني شخص يتلوم على شيء فوته. إذا إيش طريقة الميداني؟ أتى بالمثل في البداية. خلوني شوية أرجع شوي هنا. أتى بالمثل ثم شرح كلمات المثل ثم أتى بالقصة قصة قصة المثل زين بعدين إيش صار؟ بعد قصة المثل في الأخير في الأخير إيش صار؟ أيوه في الأخير مضرب المثل مضرب المثل أو متى يقال المثل أو متى يقال المثل؟ طبعا هو استخدمه شاعر يعني جاب دليل انه استخدم مشاعر اسمه الفرزدق ندمت ندامة الكسائي شوفوا هنا استخدم مثل استخدم المثل واضح لما غدت مني مطلقة النوار وهي اسم زوجته يعني لما طلقها قال ندمت ندامة الكسائي يعني الشخص الذي يقدم على شيء ثم يتلوم عليه فيما بعد واضح زين تعالوا نصير على المثل الثاني اذا قصة المثل تعرفنا عليها الافكار والمعتقدات ها ايش نكتشف من خلال قصة المثل؟ ايوه نكتشف انه كانوا ايش؟ آه مهنة الصيد، كانوا ايش؟ يمارسوا مهنة الصيد وبشدة. أيضا من خلال قصة الفرزدق آه ايضا الطلاق الذي كان منتشر لديهم. أيضا ما البيئة التي تعكسها القصة من خلال أقواس، سهام، فعلا هي بيئة صحراوية. في بيئة صحراوية با أو باديه خلونا نقول عنها كيف عرض الميداني المثل عرفنا قال حمزه ما دلالة ذلك قال حمزه ايش دلالتها انه الميداني جاء بهذا قال حمزه ايوه دليل انه كان ايش يستمع او يعتمد على روايات ما هذا ما كلام الميداني هذه اشياء سمعها الميداني فهو فقط ايش ينقلها حنا او لنا من خلال كتابه إنزين تعالوا على المثل الثاني استغلال الوقت الحديث ذو شجون اي ذو طرق اي ذو طرق الحديث ذو شجون اي ذو طرق اي ذو طرق طبعا آه سريعا طبعا في البدايه بدا بمعاني كلمات المثل ايش يعني شجون يعني طرق بمعنى الطرق بعدين متى يقال هذا المثل دائما حتى كيف انت تكتشف ان هذا مضرب المثل يضرب هذا المثل في الحديث يتذكر به غيره يعني اذا انت تسولف مع شخص فتذكرت حديث آخر قول الحديث ذو شجون طبعاً ثم يستعرض قصة المثل شوفوا كيف يستعرض الميداني ها يا جماعة في الأختبار كيف يستعرض الميداني المثل بهذه الطريقة المثل أنت شوف بعدين إيش يسوى الميداني هل أتى بمعاني الكلمات مثل هنا بعدين متى يقال هذا المثل أو مضرب المثل في الأخير القصة قصة هذا المثل أحياناً العكس فعاد هذا يعني الخيار اليكم الذي تراه اكتب مباشره، كيف يستعرض عنه؟ طبعا هذا المثل او قصته انه التقى انه في يوم من الايام هذا الانسان غيب ابل هذا الشخص فارسل ولديه سعد وسعيد سعد وسعيد طبعا كل واحد ذهب في اتجاه، رجع سعد سعيد لم يرجع سعيد لم يرجع ففي يوم من الايام هو كان ذاهب الى الحج تقريبا في اثناء اداء الحج التقى برجل اسمه الحارث، قال له ما شاء الله عندك برده جميله وعندك سيف، قال والله انا هذه قتلت فيها شاب وجدته في طريق قتلته واخذته منه. فتذكر هذا الرجل ان هذا ابنه فقال الحديث ذو شجون، فقال الحديث ذو شجون، يعني بسبب هذا الحديث اللي دار بيننا انا اكتشفت من قاتل ابني طبعا ايش تلاحظوا من خلال القصه طبعا فقتله ايش تلاحظوا قصه المثل عرفناها ايش الافكار فعلا الافكار انها بيئه بيئه صحراويه ايضا يكثر لديهم قطاع طرق قطاع طرق مثل ما عمل هذا الرجل مع ابن مع ابنه سعيد ايضا مساله الثار لديهم مساله الثار فقتلوا تخيلوا قتلوا في الاشهر الحرم لأن لديهم فكرة آه الثأر واضح وعرفنا كيف عرض الميداني المثل ماله تعالوا نشوف المثل اللي بعده دون ذا وينفق الحمار زعم الشرقي وغيره ان انسانا اراد بيع حمار ايش ايش دلالة زعمه؟ دلالة مثل ما اخبرتكم الميداني دائما ينقل عن اخرين يعني زعم انه كانه سمع يعني كانه غير متاكد ما متيقن هنا الميداني غير متيقن يقول لك زعم فلان اللي هو الشرقي هذا اسم شخص ان انسانا اراد بيع حمار يعني شخص اراد بيع حمار فقال المشور اي يعني دلال فقال له اطري حماري ولك علي جعل قال امدح له لي هذا الحمار واعطيك واعطيك ايش مكافاه فلما دخل السوق يعني المشور او هذا الدلال سال الشخص صاحب الحمار قال هذا حمارك الذي كنت تصيد عليه الوحوش قال استهدى بالله يا رجل دون ذا وينفق الحمار يعني ما يحتاج هذا المدح ما يحتاج هذا المدح لانه يبتاع الحمار باقل من هذا المدح انا ما استطب وحوش اصلا اذا قصه المثل قصه المثل اذا ايش طريقه الميداني استعرض المثل او ايش المثل ياتي بالمثل ثم بعد ذلك قصه المثل ايش هي قصه المثل في الاخير متى يقال هذا المثل ويضرب عند المبالغة في المدح إذا كان بدونه اكتفاء ما أحتاج مدح كثيرا يسدني مدح بسيط الشيء الحقيقي أو الواقعي هذا مضرب المثل إذا هكذا استعرض الميداني إذا كيف استعرض اكتب يعني تكتب هكذا بدأ بالمثل ثم ذكر قصة المثل وانت وأخيرا ذكر مضرب المثل ها يختلف أحيانا مضرب المثل يقدمه على القصة كيف ما ترى أنت اكتب في الاختبار، اكتب في الاختبار، كيف ما ترى. زين، ماذا نكتشف من خلال هذا؟ أو ما الشيء الأبعاد الثقافية والحضارية والفكرية؟ أيوه عندهم مبالغة في المدح. مبالغة في المدح، لديهم مبالغة في المدح. نكتشف أن لديهم مبالغة في المدح. واضح؟ إذا هذا هو ملخص القصة، إذا عندهم مدح زائف ومبالغ فيه، لديهم مدح زائف ومبالغ فيه. زين، خلونا نحل هذا المثال مع بعض. رجل يتحدث عن أخيه لمدير شركة، فقال إنه يجيد خمس لغات والشركة ليست بحاجة إلا للغة العربية. ما المثل الذي يناسب الموقف السابق؟ إذا شوف هذا رجل ذهب لمدير شركة فيعني يعرف على أخيه يقول انه يجيد خمس لغات وهو قارئ ان هذه الشركه ما تريد الا لغه واحده الا اللغه العربيه مع انه هو يجيد هذه الخمس لغات اي الامثال الثلاثه مناسب برايكم؟ اي الامثال الثلاثه مناسب برايكم؟ فعلا هو ايش؟ دون ذا وينفق الحمار، يعني ما يحتاج هذا المبالغه في المدح ما يحتاج هذا المبالغه في المدح. آه اذا آه الخلاصه أو الخلاصه الميدان يتبع طريقه محدده مثل ما شفنا قصص الامثال تعكس بيئه حضاريه، ايضا بامكاننا نستخدم هذه الامثال في مواقف عده او نضرب هذا المثل مره اخرى. آه طبعا شكرا جزيلا لكم ونلتقي على خير باذن الله تعالى.